معكم ميسيس بوزيتيف. اليوم حنتكلم عن أغلى وأفخم قصور في العالم. أول حاجة حنمشي لندن، عندنا قصر باكنغهام في لندن. برضه يمثل المقر الرسمي لملوك بريطانيا، فيه 5 طبقات، فيه 775 غرفة، 52 من الغرف دي خصصوها لإقامة الملوك. القيمة النقدية تقدر بحوالي 5 مليار دولار بس. ثاني حنمشي روسيا، عندنا فيها قصر شيزا، ده اللي هو صممه المهندس الإيطالي بارتولوميو باستريلي بين سنتين 1754 و 1762. قالوا فيه 1945 نافذة سنة بس، و 1500 غرفة و 117 سلم، وملان بالجوة بالتماثيل اليونانية الكلاسيكية وكنوز المومياوية. المهم يا جماعة، انتوا عرفتوا ان المومياوات دي مصرية، بالاضافة الى لوحات مرصعة بالالماس تزيد قيمة القصر الروسي التقديري على 6 مليارات دولار كده. هاي بسيطة يعني. طوكيو من روسيا مشينا طبعا اليابان. طيب مشينا اليابان، عندنا فوبا القصر الامبراطوري. القصر الامبراطوري ده قال يعد من اغلى قصور العالم، هو المقر الرسمي لامبراطور اليابان. قالوا اتعمل سنة 1888 وقيمة التقديرية حوالي 12 مليار دولار بس. من اليابان حنمشي تاني، نرجع لروسيا، حنمشي الجهات بتاعت روسيا ديك يعني. حنمشي باريس، مشينا باريس في قصر اللوفر. قالوا قصر اللوفر ده اتعمل متحف بعد الثورة الفرنسية، المساحة بتاعته 210,000 متر مربع، وقاعد في نص باريس. قيمة القصر التقديرية بتاعته كده 45 مليار دولار. ثاني برضو في فرنسا عندنا قصر فرساي. قصر فرساي ده قالوا من القصور الملكية الأكثر أهمية بفرنسا، من بين أكبر مساحة في العالم، ويحتوي على أكبر منتجع ملكي للصيد، جنة صيد. طيب وقالوا فيه 700 غرفة، وفيه قاعات مرايا كبيرة، بالإضافة إلى 5,000 قطعة من الأساس، ده كله فيه، و6,000 لوحة فنية، و400 منحوتة، و1,400 نافورة. قالوا اليونسكو كانت أعلنت إن قصر فرساي موقع للتراث العالمي، قيمته حوالي 50 مليار دولار بس. ثاني حنمشي الصين، حنرجع آسيا. عندنا المدينة المحرمة أو القصر الإمبراطوري في العاصمة الصينية بكين، قالوا من القصور الأغلى في العالم. قالوا عشان يعملوا القصر الإمبراطوري أو المدينة المحرمة استغرقوا حوالي 14 سنة، من 1406 ل 1420، قيمته التقريبية 70 مليار دولار بس. قالوا ثاني القصر اللي اشتراه ولي العهد السعودي محمد بن سعود آل سلمان اسمه قصر لويس الرابع عشر، دوين في فرنسا. قالوا يعد قصور العالم الأكثر عراقة وتكلفة في العالم. شيد القصر في القرن 17، اشتراه الأمير حوالي 300 مليون دولار بس. قالوا يحتوي على العديد من الأجزاء المغطاة بالذهب، وفي نافورة كبيرة، ويضم عدد من التماثيل والرخام، عدد من التماثيل الرخامية. معلش يا جماعة. طيب حنمشي للندن، عندنا قصر إينستون. قصته شنو القصر ده؟ قالوا كان مقر العائلة الملكية البريطانية من القرن 17، قاعد في لندن. اتولدت فوق الملكة فيكتوريا، وعاشت فيه طفولتها، وبرضه جات فيه الأميرة ديانا. قيمة القصر التقديرية كده 600 مليون دولار بس. ثاني عندنا قصر بلينهايم، ده تاريخه بيرجع للقرن 18 في وودستوك. ده القصر الوحيد غير الملكي وغير الكنسي في إنجلترا، هو أعظم قصر ريفي على الإطلاق، قيمته 236 مليون دولار أمريكي. ثاني حنمشي مدريد، عندنا قصر الملكي قالوا من أغلى قصور العالم، هو الأكبر في أوروبا،
الملك فيليب السادس وعيلته كانوا ساكنين فيه، اختاروا انه يسكنوا فيه مع الاشارة الى ان بعض الغرف فيه مفتوحة للزائرين، يعني كان ساكنين ويستقبلوا الضيوف فيه يعني عادي، ويمتاز بالباحات الواسعة الخارجية. والقصر ده اصلا زمان كان قلعة اسلامية في القرن التاسع. بس كده خلصنا.